تأخرت عليك؟ لا أبداً. تفضل. شكراً. بطلب لك فنجان قهوة جديد؟ لا بدي أمشي، بس في موضوع بدي أحكي معك فيه. تفضل. في صديق إلي حابب ساعده بوظيفة مرتبة، حبيت أحكي معك البركة فيك تساعدني. بدون ما أسألك ولا سؤال عن شخص، أعتبر الموضوع تم. هلأ بعطيك رقم شخص، خليه يحكي معه ويقول له شو بده يشتغل، وهالشخص بيشوف له وظيفة بتليق فيه. هيك دغري؟ شو كل يوم تطلب مني طلب؟ أعتبر الموضوع منتهي. ما بعرف شو بدي أقول لك. شكراً لك. أي متى صار هيك؟ اليوم الصبح. كيف صارت؟ لحقناها على الآخر. هلأ صحياً هي منيحة، بس نفسياً مش منيحة أبداً. كرمال هيك أنا جيت لعندك. بحالة لورا بيهدد بالانتحار، بيحاول ينتحر بس ما بينتحر. دكتور، لورا انتحرت. على حسب القصة اللي خبرتني إياها، لورا جرحت حالها. لورا ما انتحرت. على كل حال أنا لازم شوفها ضروري، ولازم قابل أمها. أنا رح أطلع مع نايف، أنت روح وصل أختك ياسمين عبيتها وارجع لي. أكيد أنتم مش عايزين أني أبقى معكم؟ شو بدك تبقي تعملي؟ روحي عند ابني. وبابا؟ مثل ما قلت لك شادي، وصل أختك وارجع لي بسرعة، عايزتك. الحمد لله على سلامتك أختي. الله يسلمك حبيبتي. رح أبقى أتصل فيك وأطمن عليك. مرسي على كل شيء. وإذا عزتوا شيء اتصلوا فيه، لو وقت ما كانت الساعة بجي أنا ويوسف. أكيد رح أتصل فيك. وأنت بوصلي عمر وبيو. يوسف. باي ماما. الله معك حبيبتي. شفتي بعينك؟ شو؟ عم بسأل أمك عن البابا ولا ردت ولا كأني جبت سيرته. إيه كمان هي ما بتنلام من وقت انفصالهم، ما سأل ولا حتى جرب يصحي حالها. أتذكر بدل ما تكوني صلة خير بيناتهم ليرجعوا. شادي، أمك مجروحة، ما فيك تلومها. بس أنا بحاجة ليرجعوا لبعض. ليش؟ 5 سنين عمرك شادي، أنت صرت شاب ومنك بحاجة لرعايتهم. هلا أنت هيك فسرت حاجتي لرجعتهم لبعض؟ أمك من وقت ما اتطلقت هي وبيك وعملتني فشة خلقة. والله شايفة وحاسة فيك ومقدرة، بس شو طالع بإيدنا نعمل؟ ولا شي، بدنا نتحمل ونسكره لتمنا. طيب خلينا نمشي، بعدين منبقى منحكي بالموضوع. كيف لقيتي هالمفاجأة؟ ما كنت متوقعة أبداً إنك ممكن تعرفني على منتج عالمي. بس بكرة لما ينتج لك أول فيلم ويكبر اسمك أكثر مما هو كبير، رح تضلك تحبيني. ما في شي بالكون كله ممكن يأثر على حبي إلك. تشيرز. شو قال لك كمان الدكتور؟ اللي قلت لكم اياه، بيبقى بدنا نلاقي الطريقه كيف يشوفها بكره. هيدا بسيطه، بقول انه انا رحت وجبته. وكيف بدك تبرري لها معرفتك فيه؟ من هون لبكره بلاقي 100 تبرير مروان. بس انا مستغربه ليش طلب يشوف طنط نجوى. بكره بنعرف. خلينا نطلب اكل لانه متجوع. شو بدكم تاكلوا؟ ما عاد قادر تحمل. آدم، بدك تكون أقوى من هيك. كلنا مقدرين اللي أنت فيه، بس أنت كمان بدك تساعد حالك. صعبة، صعبة كتير.
أنا بيوم وليلة خسرت كل شيء، خسرت بنتي وبيتي ومرتي وشركتي عم تتراجع لورا، مزديت وتبهدلت بالحبس. بدك ياني أقوى من هيك؟ قولي لي كيف؟ حتى لورا ما بتنام على اللي عملته بحالها اليوم. صحيح هي غلطت بحقي، بس الثمن اللي دفعته كان أكبر من الغلط اللي عملته. ليش يا ربي عم تعمل فينا هيك؟ ليش؟ أي شيء رح نقول لك إياه ما رح يريحك، أنا بعرف حجم مصيبتك. بس يا صاحبي ما فيك ترجع اللي راح، بس بإيدك تصلح اللي باقي. ما فهمت. بيتك بعده موجود ومرتك مع الوقت ممكن تسمحها وترجع، وشركتك بحاجتك لترجع تشد وتتصلح هالاشياء وترجعها. لازم تشد حالك لتقدر تفكر صح وتتصرف صح. مروان عم يحكي صح، وبكل الاحوال ولو شو ما صار انا ومروان والكل رح منكون حدك. حياتي ليه ما بدك نروح نكفي السهرة بمطرح ثاني؟ لأنه احنا المفروض بلندن، ولأن وين ما راح نروح راح يكون في ناس وعجقة، لأنه اشتقت لقصري. ليش ابتسمت لما قلت لك قصري؟ ولا ما بحق إلا أعتبر قصر حبيبي هو قصري؟ بالعكس، القصر وصاحبه بأمر معاليك. بتعرف شغلة؟ اليوم كنت قاعدة بجنينة القصر صارت تجيني أفكار. أفكار شو؟ قعدت أتخيل أولاد صغار عم يلعبوا حوالي. تخيلتهم أنهم أولادنا. طول الوقت صرت أقول لحالي أني محظوظة كتير. بتعرف ليش حبيبي؟ حبيبي شو بك؟ عم بحكي معك؟ في سيارة لحقتنا، مش مطمن. طريق ما إله مفارق، تكون ماشي عادي. عمار شو عم بصير؟ ما بعرف. شو عم بصير؟ مين انتو؟ انت بتسكر تمك وبتحكي ولا كلمة. انتو عارفين مع مين عم تلعبوا؟ طبعا عم نلعب مع عمار حارب. زلمة ليه؟ زلمة زلي. عمار دخيلك. بقدر فوت؟ لورا حبيبتي، في ضيف برا حبيبي يشوفك ويشق عليك، بقول له يفوت؟ قولي له يطلع من بيتي، ما بدي اياه بحياتي بقى. مش آدم. مين؟ دكتور خالد سليمان. دكتور خالد؟ قبل ما تسأليني أي سؤال، بعد الحادثة وقت ما فاتت الشرطة على الباب لقيوا رشدت الدواء طالع من عيادته. ما عندي كتير تفاصيل، بس اللي عرفته انه انحققوا معه وهو هلأ اجى ليزورك. اجى لحاله ولا انتو اتصلتوا فيه؟ مش اكذب عليك وقلك انه اجى منه لحاله. بارح من بعد اللي صار انا اتصلت فيه واستشرته،
بعدين بخبرك التفاصيل. شو هلا؟ بقول له يفوت؟ أنا وبهالمنظر؟ شو عم بقول لك جاييك يا عريس؟ هيدا دكتور مشينا. طيب خليه يفوت. صباح الخير. صباح الخير دكتور. أنا رح أعملكم قهوة. شكرا إليك. كيفك لورا؟ ماني منيحة أبدا. عرفت. كرمال هيك جيت. خبريني. القصة طويلة دكتور، طويلة كتير. معي كل الوقت لتخبريني واسمعي. فكرتك عم تعملي قهوة؟ لا، الدكتور قال لي ما اعمل قهوة، قال ما بده حدا يفوت لعندهم. ان شاء الله خير. دخلك؟ لما عدتوا سوا انت والدكتور، بشو حكيتوا؟ دخيلك، ما تذكريني. هلكني بالاسئلة البلا طعمة، أنا بس كانوا يقولوا لي عن الدكاترة النفسانيين إنهم مجانين، ما كنت صدق، بس هلا اقتنعت. أسئلة مثل شو؟ عن لورا بس كانت صغيرة، بس تتعرفي انه انسان خالص بالمرة. إن سألني عن طفولة شادي وياسمين بشرفك، انه هيدا يعني انسان طبيعي؟ بقلك شي بس ما بتزعلي؟ لا ما رح ازعل، قوليلي طنط. سكرني ببيك. ماما انا عندي مشوار بدي اروحه. لوين؟ بدي اوصل بابا على المطار، ولا ممنوع؟ ليش بيك مسافر؟ نعم مسافر، ويمكن ما رح يرجع. روح وصله. بتحب اقول له شيء؟ ليش بعدك واقف؟ يلا روح لعنده. ماما البابا مسافر زعلان. ايه؟ شو بتريدني اعمل؟ ياسمين خبرتني امبارح انه كان كتير متضايق عليك. اه وليش وقت اللي انا كنت متضايقه من اللي عملوا فيي احدا منكم عذب حاله يتصل فيه ويقول له اللي عم تقولوا لي اياه؟ هلا طول عمري ما لي حظ معكم. روح يا ابني روح. مصيبه اختك لورا بتكفيني، ما عندي مجال افكر باشياء تانية. الله معك ابني. أنا متأكدة إنه اللي عمل هالجريمة البشعة هو آدم، وهلأ هو ندمان وخايف. حتى لو ظهروا من الحبس أنا متأكدة إنه هيدا هو. خبرك شغلي، أنا عندي تصور تاني وبشك بحدا غيره. بمين بتشك؟ بحدا من عائلتك. عائلتي أنا؟ وليه بدهم يعملوا هيك؟ لأنه اللي بيكرهوك. نسيتي طفولتك اللي خبرتيني عنها؟ ما كانوا يحبوك. هيدا الشيء قديم، بس هلا لا. كلهم اجوا لعندي على المستشفى
وليش جوز امك ما اجى شافك مع انه بلبنان؟ كيف عرفت؟ بالصدفه سمعت امك عم تخبر خيك قبل ما فوت لعندك. ما بعرف، يمكن عنده اسبابه. وياسمين؟ شو عم تحكي انت؟ ياسمين بدها تعمل هيك؟ مش يمكن جوز امي قال لها ياسمين اعملي هيك ببنت لورا، مثل ما لورا كانت تسرق لك العابي وتكسر لك يا هون. ياسمين كانت مولده وعمو حماد بالكويت، بيكون هيك على التليفون وهي ظهرت من البيت بدون ما حدا يحس. مش مزبوط. بلا، وانت هلا لازم تنبسطي لانه صار فينا نخبر نجوى باللي عملته ياسمين، وهيك رح تضربها وتحرمها تحضر عيد ميلادي وتضربها بالاوضه وتسكر عليها الباب مثل ما كانت تعمل معك يا لورا. هلا اذا نجوى عرفت باللي عملته ياسمين كل اغراضها والعابها رح يصيروا الي. ما تكفي، شو عم تقول انت؟ لا مش معقول، مش معقول. ما تزعلي لورا، ما تزعلي، بكره الماما نجوى تشيلي جاية تاني. لا لا ياسمين ما بتعمل هيك، لا ياسمين ما بتعمل هيك، لا ياسمين ما عملت هيك. طب نجوى ما تطلعي لعندها، مش سمعتيها عم بتصرخ؟ سامعة، بس نسيت الدكتور شو طلب منا. هيدا واحد بتخلف. معلي طنط، خلينا نروح معه للآخر. تعي قربي معي. هاجي تصرخي لورا، خلينا نحكي على رواق مثل الكبار. أنا كبيرة. طيب يا كبيرة، مين اللي عمل هيك؟ ياسمين؟ لا لا مش هي. سألت أمك عنها، قالت لي ياسمين مختفية وعم بيدوروا عليها. بس أنا ما قلت لهم شيء. أنا ما بعرف شيء. ما تكذبي، أنت بتعرفي بس خايفة تحكي. لا أنا ما بعرف شيء. بلا، أنت بتعرفي إنه ياسمين ماتت. مين قال لك؟ أنا بعرف كل شيء. يلا خبريني كيف ماتت ياسمين ومن دون كذب. أنا فتت بالليل لعندها من بعد ما عمو عماد ظهر، لفيتها بشرشف، ظهرتها من البيت وخنقتها. ولعبتي؟ ما عندي ألعاب لأنه ما عندي بي يشتري لي، بس ياسمين عندها بي، عمو عماد بيشتري لها كتير، بس ما بخلوني ألعب فيهم، ما بخلوني. كرمال هيك أنا أخدتها لياسمين على هديك البناية وكبيتها فيها، كرمال أخد كل الألعاب وألعب فيهم لوحدي. بس ياسمين بعدها عايشة وصارت كبيرة، وبيا كان بالكويت ليلة الحادثة. مين اللي قتل جايا؟
مين اللي قتل بنتك جايا؟ مين اللي قتل بنتك جايا؟ انت قتلت جايا؟ انت قتلت بنتي؟ لا 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 لا. اللي عم بيصير انك مريضة. ما عم بفهم شيء. بعد ما اعطيك الابرة وترتاحي بقعد معك وفهمك كل شيء. خسرت كل شيء. ما عاد عندي ثقة حتى بحالي. أنا خلص ما عدت أليس النجمة اللي كانت كل الناس تحب تشوفها. خسرت حتى حسام اللي حبني من قلبه. عملت المستحيل لرجع القصر ورجع آدم. وشو طلع لي بالآخر؟ ولا شي. شو يا كبير؟ عجبتك ريحة الموت اللي عم تشمها؟ هاي نفس الريحة اللي شموها كتار اللي ماتوا بسببك. بس الدنيا دولاب، يوم إلك يوم عليك، بس قبل ما تموت بدي أزعجك بهالمنظر. دخيلك تركني، أنا يوفقك، أنا ما بعرفه، أنا مجرد وحدة طالعة معه. خلصي عمار، عمار شي دفع عني. قرب عمر، قرب. ما قدرت ما اجي واطمن عليك. سامحتيني ماما. بمجرد ما عيطتي لي ماما، ايه سامحتك. هلا بالنهاية طلع عمار حارب بيي الحقيقة وانت كنت عارف؟ خبرنا القصة قبل الحادثة بوقت قصير. طول عمري كنت احلم اعرف مين اهلي حتى ارتاح، بس لما عرفت ما قدرت ارتاح. عمار انت شاب واعي وناضج، كل حياتك كنت متكل على حالك. طموحك وارادتك القوية وصلوك لمطرح منك بحاجة لا لبي ولا لام ولا لسند تسند عليه. انا صحيح كنت محامي عمار حرب، بس بعرف كتير منيح مين هو وشو هو. الله يرحمه. هو مات بالنسبة لك منيح اللي انه مات، لانه لو عرفت انه بيك ما كنت عشت حياتك كلها مبسوط. عم جرب شيل هالحقيقة من راسي، ما بدي اياها. بس بدك القصر وهالثروة الكبيرة اللي ترك لك اياها. صدقني ما بدي شيء. عمر ما تقول ما بدك، خد كل شيء. ساعد الاولاد اللي من دون اهل وعيش حياتك برفاهية.
أمول مشاريع كبيرة وكفي حياتك مثل ما بتحب. خلينا نفوت لجوا. أعطيني دقيقتين وبلحقك. ألو ميا؟ ما بدي اياك تعلقي بي ولا كلمة، اسمعيني وبس. أنا اليوم بحاجتك أكثر من أي وقت. قولي لي وينك تأجل عندك؟ أنا كثير مبسوطة لأنك انضميت لتيم الشركة. بس أنا وأنت والكل بيعرف إني ما بفهم شيء بأمور الشركة. أصلاً مش مطلوب منك لا تحمل الكاميرا وتصور ولا تشتغل بسكريبت. آدم طلب منك بس تمسك الأمور المالية لأنه بيوثق فيك. آدم طلب هالشي تما يبقى بلا شغل. شفقة يعني. آدم طلب منك هيدا الشي كرمال تضلك حده. حسام، أنا ما رح أقعد هلأ أتفلسف عليك واسيك بعد اللي صار معك، بس اللي بدي إياك تعرفه إنه الكل مرق بظروف بشعة. لورا وآدم، مين كان بيقول بصير معهم هيك؟ مروان رغم كل اللي مرق فيه مع لينا وابنه طلع فيه واقف على إجريه ومكفى. أنا مرقت بمية صدمة بحياتي وليكني بعدني واقفة ومكفاية وقوية، وإنت كمان لازم تكون قوي. قوي؟ أليس أذيتني كتير. بعرف، والكل كان متوقع نهاية بشعة لعلاقتكم، وإنت لازم تتحمل النتيجة وتكفي مثل ما الكل مكفى. وبالنسبة لشغلك الجديد بالفترة الأولى أنا رح كون معك بكل شي لتتعود على نمط الشركة، وكل شي بعدين بيجا بيمشي لحاله معك. أوكي، بس يا ريت من دون دراما. أوليك؟ ولك إيه، مش أخدين معنا شي من هالدنيا. كلنا منفقد أشخاص ومنخسر ومنغلط، حتى لو صرنا لوحدنا عادي، الحياة بدها تكفي وما حدا بيعرف شو مخبيت لنا.